السلام عليكم الاخوات، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ نتمنى يا ربي يكون كلشي بخير وعلى خير. رجعت لكم من جديد ان شاء الله. اليوم غادي نصايب بحلاوه بالكاوكاو، وغادي نشاركها معكم خطوه بخطوه، نصايبوها مع بعضياتنا. المقادير اللي غادي نحتاج في العجين هي: عندي نص كيلو ديال الفورص هكا، عندي كاس ديال العنبه مملوء ما بين النص ديالو ماء والنص ديالو ماء الزهر، وعندي كاس ديال العنبه قل ربع ديال الزبده مذابه، وعندي رشه ديال الملح. صافي، هادو هما المقادير اللي كنحتاج في العجين. دابا غادي ندوز، غادي ندير رشه الملح كيف ما كتشوفوا، غادي نخلطها هكا. صافي، وغادي نضيف الزبده، زبده مارغرين، غادي نبسبس بيا هذا الطحين هذا، غادي ندخلها مزيان حتى كنتجانس ليا الزبده مع الطحين بهذه الطريقه هذه. وعاد غادي نجمعهم بالماء والماء الزهر، وغادي نخلي العجينه على جنب، نجمعها ونخليها على جنب حتى كترتاح، وغادي نمشي نصايب الحشوه. نعطيكم المقادير والحشوه ديال الكاوكاو باش غادي نعمرو. دابا دخلت هذيك الزبده مزيان في هذا الطحين هذا كيف ما كتشوفوا معايا. صافي، دابا غادي نجمعها بالماء، نضيف الماء تدريجي على حسب الطحين واش كيشرب ولا لا، يقدر يكفاني الكاس يقدر يشيط ليا منه. العجينه كتكون رطبه ماشي قاصحه وماشي مرخوفه بين وبين بهذا الشكل هكا. صافي، كنجمع العجين ديالي حتى كتجانس مزيان، كتولي عندي عجين رطب. صافي، غنخليها بهذا القوام هذا، شاط ليا واحد شويه من الكاس، يعني ماشي الكاس بحال واحد شوي ولي شاط. صافي، العجينه غتجيني بهذا القوام هذا كيف ما كتشوفوا. دابا من بعد ما جمعت لي العجين كتجيني هكا رطبه، كنديرها هكا حبل، وغادي نقسمها على نصف بهذا الشكل هكا، وكل حربل غادي نقسمو على خمسة، واحد يكون حجم متساوي. بهذا الشكل هذا غيجيوني، غتجيني العجين غتعطيني 10 الكويرات اللي غادي نديرها متساوية. دابا من بعد ما شكلت الكويرات ديالي، عطاتني 10 الكويرات بهذا الحجم هذا، غادي نغطيهم بلاستيك غذائي، وغادي نخليها ترتاح قد ما ارتاحت، قد ما مزيان على حسب الوقت، المهم ترتاح باش تجينا في الخدمه ساهله. ونرجع معكم نوريكم المقادير الحشوه. ودابا دزنا المقادير ديال الحشوه ديال البحلاوه ديالنا. عندي كيلو ديال الكاوكاو، هذا البنات كاين هنايا في اوروبا موجود، والبنات اللي خارج اوروبا كياخذوا الكاوكاو عادي كيحمروه شويه في الفران، كيحيدوا له القشره وكيطحنوه. حنا انا كناخذ هذا اللي هو جاهز، ها هو ما فيش الملحه، نون صالي ما فيش الملحه، يعني ما عندي ما غندير له. دابا جاهز عندي، جاهز غادي نطحنه في الطحانه اللي هي كنقطعوا بها القزبر، ما غاديش طحنوا ليا بزاف غير تهرمشوا. وكنحتاج معاه واحد الكاس ديال السكر، وكنحتاج معاه شويه القرفه، وكنحتاج الماء الزهر هكا ربع كاس، وعندي النشا اللي غادي نحتاجها للتوريق،
وعندي اللوز للتزيين اللي خويت عليه الماء سخون وقشرت وحيدت له القشره، وعندي طبيعة الحال الروح ديال اللوز اللي غادي نضيفها في الكاوكاو. ودابا ندوزو ان شاء الله للمرحله ديال كيفاش غنوجدوا هذا الكاوكاو. من الاحسن هاد الطحانه هذه كتجيبوا لينا متساوي، اللي كنطحنوا بها الخضار كنطحنوا بها الخضار غادي نهرمشوا، ما غاديش نطحنوه باش يجينا نيه، بغيناه يكون مهرمش ما نطحونش بزاف وما غليتش بزاف. انا غادي نطحنو ومن بعد غادي نرجع معاكم. من بعد ما طحنت البنات جاني على هذا القوام هذا كيف ما كتشوفوا، ما يكونش غليظ وما يكونش رقيق باش كيجينا في البحلاوه كيجي زوين. واحد الاضافه البنات، حتى بالنسبه اللي فيه الملحه راه تجيبيه وتمسحيه مزيان بشي زيف هكا يكون نقي وتخدمي ليه حتى هو كيجي زوين. هو هذا انا كنفضل هذا كيكون هكا واجد كيكون بنين كيجي فيها زوين كيجي رائع فيها صراحه. من الاحسن البنات اللي في اوروبا ياخذوا هكا ويستعملوه، ما كيمحنش ما كتبقاي تقشري ما كتبقاي ديري والو كتلحقي كتبداي تخدمي. دابا غادي نضيف ليه الكاس ديال السكر، غادي نضيف ليه القرفه البنات هي كتبقى اختياريه، بغيتي ديري معلقه ديريها بغيتي ديري نص ديريه بغيتي على حساب. انا غادي ندير معلقه صغيره كتجي في النسمه ديالو زوينه. وغادا ندير الروح ديال كيف ما قلت لكم ديال اللوز كنسم بها باش كيجي داك الكوكف بمذاق ديال اللوز. غادي نبسبس هذا الكاوكاو هكا بهذه الطريقه، وغادا نضيف ليه هذاك الماء الزهر اللي عندي. وهالحشوه ديالي وجدات راه ساهله، والخصوص ملي كتاخذي الكاوكاو هكا واجد صافي. غادا نضيف هذا الماء الزهر وغادا نخدم به هكا ندخلو حتى هو صافي، ما كنبقى نزيد والو. راه ماشي ضروري خصنا نديروه يكون سارد ولا راه هكايا كيجي مزيان كيف ما كتشوفوا. من بعد ما دخل فيها صافي، وهالحشوه ديالي وجدات غادي نحطها على جنب وغادي ندوز للعجين باش نورقها ونقاد الحلاوه ديالي. بحال هكا الحشوه ديالي دابا وجدات، وندوزو للتوريق العجين. دابا من بعد ما ارتاحت العجينه كتولي بهذا السمك هذا هذا القوام هذا عفوا. دابا غادي نبدا في المرحله ديال التوريق. عندي النشا وعندي الزبده وغادي ندوز للمرحله ديال التوريق هكا. غادي نرش قد ما عطيتو هاد الورقه قد ما عطيتوها النشا قد ما كتجي زوينه. غادي نسرح بحال هكا وغادي نحط على جنب حتى نسرح الخمسه الاولين. كل طبقه غندير فيها البنات خمسه. الطريقه هكا نرجع لكم من بعد ما باش ما نجيش الفيديو طويل باش نورقهم غادي نوريكم كيفاش غدا نديرهم. دابا البنات من بعد ما كملتهم بهذه الطريقه هكا غادي نجيب الاولى غادي ندهنها شويه الزبده هكا بهذه الطريقه هذه. غادا نجيب النشا هكا بالطريقه هذه غادي نحطها على جنب. دابا كيف ما كتشوفوا غنديرها عاوتاني هذه غادي ندهنها بالزبده وغادا نضيف من فوق النشا حتى غنكمل خمسه ست طبقات. غندير خمسه لتحت وخمسه فوق وهانتوما معايا حتى نكمل الورقه ديالي.
ندوزو للمرحلة التالية. دابا كملت 5 6 طبقات الفوقانية ما كندهنهاش بالزبدة، كيجيوني على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا، ها وحدة ها جوج ها ثلاثة أربعة ها خمسة. غادي نخليهم على جنب وغادي ندوز للآخرين حتى هما ندير نفس العملية، وعاد ندوزو نصايبو بحلاوة كيكون العجين ديالنا وجد. وهانتوما معايا نتوما البنات، دابا من بعد ما ورقتهم ها هما ياك صافي ساليتهم بجوج، واللي غادي ندير الفوق واللي غادي ندير لتحت. غادي دابا ناخذ هاد اللاطه، هادي هي فين غادا نديرها، فين غادا نصايبها حتى نورق دابا هاد الاولى كما تشوفوا. نسرحها بشويه بشويه حتى كتورق تجي شويه رقيقه. كتخدم بسهوله، ماشي صعيبه. كيف ما كتشوفوا من بعد ما ورقتها بهذا الشكل هذا، كيف ما كتشوفوا ها هما الورقات ديالها كيكون محلولين على بعضياتهم، شفتوهم. دابا غادي نلويها على المدلك، غنجيب الطاولة ديالي هكا وغادا نحط عليه العجين بالطريقة هكا كما كتشوفو. كما شفتو راه كنخليها بهاد السمكة هدا كنرققها. غادا نجيب دابا هاد سميتو لي عندي، غادي نقطع عليه الجوانب هكا بهاد الشكل هذا، نحاول الزوائد كاملة لي عندي الشكل هذا. وهاد الجوانب هادو البنات لي غادا نحيد، مغاداش مغاديش نجمعهم ولا غادي نرميهم، غادي نزوق بيهم، غندير بيهم واحد الوريضات فوق الحلاوة، خليهم بهذا الشكل هكا نحتفظ بيهم. كيف ما كتشوفوا صايب دابا الورقة ديالي، غادي ندهنها واحد شويه ديال الزبدة، غير شويه هكا صافي. وغادي نجيب الكشوة لي صايبت ديال الكاوكاو، كما كتشوفوا ها هي. هذا دابا نضيفها فوق العجين. دابا غادي نضيف الخشوة، نوزعها على العجين كما كتشوفوا بهذه الطريقة هكا. انا بغيتها شويه تكون عريضه، نتوما على حسب بغاتها رقيقه غادي تنقص الكميه ديال الكاوكاو او الفول السوداني بهذا الشكل هكا صافي. ملي وزعتها غادي نضغط عليها مزيان باش تاخذ الفورمه ديال اللاطه، شفتوا هاي دابا بدا الكاوكاو كيتماسك مع بعضياته. صافي دابا من بعد ما ضغطت على الكاوكاو شد سميتو ديالو بهذا الشكل هذا، غادي دابا ندوز نورق الوريقة اللي غادي ندير من الفوق. حتى هي بالطريقة باش سرحت الأولى. دابا جبت العجين الثاني اللي ورقت، سيبوها بنفس الطريقة باش ورقت الأخرى. غادي نثبتو تا هو على هاد الكاوكاو مزيان،
ونقطع الجوانب صافي، وغندوز لشكل المربعات ديال البحلاوه. وخليكم معايا، ودابا غادي ندوز نقطع البحلاوه ديالي من بعد ما حيدت ليها الجوانب ديالها. عندي واحد المسطره بالطبع انني نكون غسلتها، وغادا ندير هكا باش يجيوني تجيني البحلاوه ديالي قاده على تقطيعه وحده على قياس واحد. انا بغيتها صغيره بحال هكا باش تجينا متساويه، ما يجيناش شي صغير وشي كبير هكا. ودابا غادي ندوز نقطعها. ودابا اخواتي من بعد ما شكلتها على هذا الشكل هكا يبان مربعات، تيبقى حتى هما اختياري نديرهم هكا ولا ديروهم مستطيل كيف ما بغيتو. المهم استعنت بهذه المسطره هذه باش يجيوني المربعات ديالي مقادين كيف ما هكا كيف ما هكا. دابا غادي نحطها على جنب وغادي ندوز نشكل واحد الوريدات، غادي نشكلهم بهذه القطاعه هذه وغادي نديرهم فوقهم وغادي ندير فيهم اللوز. وخليكم معايا حتى نشكل الوريدات ديالي ونرجع لكم. كيف ما قلت لكم الاخوات هادو ما غاديش نرميهم وما غاديش نجمعهم، غنخليهم هكايا وغادي نبدا نقطع بهذا الشكل هكا هكا على هذا الشكل وريدات باش ما نضيعوا والو، وتيجي حتى المنيضه ديالها كيجي زوين. غادي نديرهم وغادي ندير فيهم اللوزه وغنجي البحلاوه ديالي مزوقه ب هاد الوريده هادي كتجي زوينه. وانتم معايا دابا من بعد ما قطعت الوريدات غادي نوزعهم هكا على البحلاوه حتى وكان نكملها كامله، عاد غادي نبدا ندير في اللوزه في من فوقها هكا بهذا الشكل هذا كتجي زوينه كتجي رائعه بالنسبه ليكم بحال هكا. غنجيب اللوزه غادي نضغط عليها مزيان وغادي هاد الوردة هكا ندير ليها الجوانب ديالها، نضغط مزيان باش اللوزة تشد بلاصتها. صافي كون قد هادوك الوردات هكا بهاد الشكل هذا، ونستمر بهاد الطريقة هذه حتى نكمل إن شاء الله. دابا غادا نبدا نكمل الحلاوة ديالي هكا. دابا غادا نبدا نغرس اللوزة كيف ما قلت لكم، حاول نقاد هاد اللي كندخل اللوزه كيتهزوا هاد الوريدات، نحاول هكا نهبطهم صافي ونستمر. ودابا اخواتي من بعد ما كملت البحلاوه التشكيل ديالها بهذا الشكل هكا، غادي ندوز دابا المرحله اللي قبل الاخيره. غادي ندير الزبده اللي صفي دوبتها وخليتها حتى بردات، حيد منها الماء وعاد رجعت سخنتها، وغادا ندهنها بحال هكايا. غادي ندهنها بالزبده صافي، وغادا ندخل ان شاء الله الفرن. في الاول راه درتو يسخن على 220، ولكن من بعد فاش غادا نديرها غادي ننقص، غنديرو على درجه 180، وغادا نخليها غتستغرق تقريبا شي 45 دقيقه حتى 50 دقيقه عاد غادي توجد ان شاء الله صافي. ومن بعد ما ذكرتش لكم العسل اللي من بعد فاش كنخرجها من الفران كنسقيها بالعسل، كندير ليها كيلو ديال العسل. نتمنى يا ربي نكون فسرت لكم كل شيء بوضوح. كان ملي كنخرجها صافي كنسقيها بالعسل وكنخليها حتى الغد ليه، عاد باش كنقطعها خليها تشرب داك العسل مزيان، وتنقطعها وكنديرها في الكورطة ديالها. وهانتوما معايا ان شاء الله حتى النهايه. كما كتشوفوا كنشرب بهذا الشكل هذا، كنشرب الزبده وهذاك اللوز حتى هو باش يتحمر مابقاش درتو خضر هكا. واحد القضيه الناس ننصحكم بها، ما تصايبوهاش هكا وتقولوا نخليوها حتى الغد وعاد باش نطيبوها،
حقاش الكاوكاو دايرين فيه الماء زهر وغادي يرطب، ما غاديش يبقى فيه ديك القرمشه اللي هي فيه. من الاحسن هكا نوجدوها وندخلوها للفران، وملي نخويو عليها العسل عاد ممكن لينا نخليوها ليله كامله باش تشرب لينا داك العسل وتجينا مزيانه. ونتلاقاو من بعد ما طيب لينا الحلاوه ان شاء الله. دابا هذه هي الحلاوه البنات من بعد ما طيبتها. يلا خرجتها دابا من الفران، ها هي كيف ما شفتوها كيفاش كتجي. خليتها على العافيه مهيله تخبط اللون ديالها، شوفوا كيفاش الشكل ديالها جا، جات مورقه كل ورقه كتبان، عاش واش كيتبان لكم ولا لا. دابا غادي نخوي عليها العسل كما قلت لكم مباشره، كتحيديها من الفران كتعسليها هكا باش يدخل ليها داك العسل. بهذا الشكل هذا، وهذا العسل راه كامل تتشربو ماشي ما يجيكمش كثير، كتشربوا كامل كيلو ديال الكاوكاو في كيلو ديال العسل، كتجي رائعه البنات. وعرفتوا شحال عطاتني كيلو ديال الكاوكاو مع كيلو ديال العسل مع هذه المقادير كامله؟ عطاتني 100 حبه ديال البحلاوه. وباش زوينه راه ما كتخسرش، انا راه معتمده عندي في الحلويات اللي كندير ضروري خصها تكون عندي في البلاطو ديال الحلوه، كتبقى عندي حتى كتقاضى. الله يعمل ما كتجلس حتى 6 شهور 7 شهور ما كيجرى ليها والو، كتبقى في نفس القرمشه والله عليا شهيد. الا كتبقى في النفس ديالها باش صايبتها اول مره باش كتبقى كترطب ما حتى شي حاجه بهذه الطريقه هذه باش كان صايبك تصدق زوينه. ودابا اخواتي من بعد ما خليتها ليله كامله البحلاوه او البقلاوه، غادي نشوفوا كيفاش صبحات وغادا شت الكويرطات باش غادي نحطها، وغادي نبداو نشوفوا نفصلوها على بعضياتها نشوف الحلاوه ديالنا النتيجه اللي عطاتنا واش هذاك الشيء اللي بغينا. هكا خفصلتها في الاول مع ملي بدات كطيب ضروري غادي تعقب تلتصق، نفكها هكا نحاول شويه شربات كاع هذاك العسل اللي خويت عليها. هكا لابد البنات ما يكون شي موس اللي يكون حاد يكون ماضي مزيان، حتى كنت كان توفر بحال هذا من الاحسن. هكا هادو هما اللي كيكونوا في الجوانب ما كيكونوش مقادين، نمشي للوسط هكا نحاول نحيد هاديك الكاغط اللي فرشة لا شفتوها. كا
كتجي حتى مرقه.